والأمل المستقبل أن مثل هاللقاءات ومثل هالحوارات ممكن أن نرتقي بالأداء الصحفي للكل، ممكن أن نعيد النظر في السلبيات الموجودة والمرتبطة بالصحافة الكويتية. أنا من وجهة نظري يمكن أن ما زال الصراع السياسي الموجود حاليا قد يكون في بعض معظمه يعني للصحف أو للصحفيين يتحملون جزء كبير من هذه المشكلة. أشكرك كثيرا أخ سعود. والله يعطيك العافية على استضافتنا. أنا مختلف وايد ويا محمود الموسوي وايد حيل، وأنا اللي بقوله وبختصر يعني أنا بختصر فيه بما عشان إنه خلاص بس انتهى البرنامج. أنا أتوقع إن صحافتنا زين بخير، وأنا ما عندي مشكلة إني أتبع شخص أو عائلة إذا كانوا نفس توجهي. أنا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة إني أتبع الجريدة هذه وأتبع توجهاتها وأكون وأحارب معاها إذا احتاج، زين إذا كانت نفس قناعاتي ونفس توجهاتي، وما عندي مشكلة حتى لما يدرون يعني. بس المشكلة الأساسية أنا اللي لازم أنت تفسرها، أنا ما أدري شلون أشوف جريدة بهيكل يعني هيكل تنظيمي، ما أدري شلون يعني. لما الطالب أخ محمود خليك كمل دقيقة، ما قاطعتك أنت محرر طول عمرك أحضر، أنا ما قاطعتك والله، أنا ما قاطعتك، تفضل وجهة نظر، أنا أقدر أقاطع بس ما قاطعتك، جميع وجهات نظر. أنا لما تقول لي هيكل تنظيمي إن صحفي تبي صحفي بعد سنتين ثلاثة يصير مسؤول، لا يصير مسؤول، خليك كمل، هيكل تنظيمي يصير مسؤول وتبي كل صحفي رأس أقسام، تبي كل الصحفيين، من ينزل الشارع، من يجيب الخبر، من ينزل الشارع، على أساس أنت دخلت الصحافة، مشكلة يا على أساس أنت قاعد تاخذ راتب يا سيد، أنت مشكلة مطالب شخصية، وجهة نظر شخصية وتجربتك الشخصية تبي تنقلها وتخليها واقع وتخليها قاعدة. وجهات نظر أشكركم كثيرا، أنتقل إليك ملاحظاتك الختامية. ملاحظات الختامية برضو سيد سوى لنا لغط كبير الليلة. ملاحظة الختام يا سيد، أنا ما أنتمي لقبيلة ولا لتيار ولا لأحد، وكافحت ونزلت الميدان، وأنا قبل لا أي الاستديو اليوم كنت في المطار وكنت لآخر لحظة قاعد أوصل آخر خبر، وما في أحد دعمني، وأشتغل صبح وظهر وليل بحسي وبعيني وبأذاني وبكل حواسي الصحفية في العمل الصحفي. يمكن هذا اللي شفع لي اني اكون اليوم في شارع الصحافه. شكرا. اخت ريم ملاحظاتك النهائيه ويعني اغلاق المدافع. نعم وقف اطلاق نار. لا اختلاف لكن اختلاف مهم طبعا. وجهه نظر انا اعتقد كل وجهه نظر قيلتي هي وجهه نظر مهمه ولها احترامها ولها قدسيتها وتعبر عن جانب من الحقيقه. لازم يعني بالعكس الصحفي ان يبادر ويتبع قناعاته يعني، واعوذ بالله من كلمه انا، لكن انا لست اتبع الا انا. أشكركم جميعا. مع نهاية هذه الحلقة من ديونية الأسبوع عن مهنية الصحفيين وموضوعية العمل الصحفي في الكويت، أشكر ضيوف الديوانية من الشبان والشابات، كما وأشكر كل من ريم الميع، ليلى الصراف، عايد البرازي، سعود الورع ومحمود الموسوي. إن كان هناك من اقتراحات وآراء حول البرنامج بإمكانكم التواصل معنا عبر الفاكس والبريد الإلكتروني كما هو موضح على الشاشة. نوضح بأن البرنامج يعاد عرضه غدا الثلاثاء في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت الكويت. موعدنا معكم في يوم الاثنين القادم مع موضوع جديد في ديوانية الأسبوع. مني شخصيا شفيق الغبرة ومن جميع أعضاء فريق العمل مع هذا البرنامج لكم أجمل التحيات.